فترة الحمل من الفترات الهامة التي تعنى فيها كل سيدة وتشهد العديد من التغيرات الفيزيولوجية والهرمونية في جسم المرأة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسي، في ذلك فيروس كورونا. فما الذي يمكن لهن لكل امرأة حاليا ضمان سلامتها وسلامة الجنين اليوم؟ أسئلة كثير رح تجاوبنا عليها من الناحية الصحية والتغذية مع ضيفتنا بالاستديو الدكتورة نور مانسترلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بونجور. يسعد صباحك نور. خير. يعني بالبداية خلينا نحكي اليوم المرأة الحامل بالعموم بالأوقات الطبيعية هي أكثر شخص بيكون خايف يلقط أي فيروس أي مرض، لأنه مناعة جسمه بتكون مختلفة ولأنه ما بيقدر ياخد أدوية بكثير من الأوقات. بظل الظرف اللي عم نعيشه العالمي حاليا وكورونا المستجد، خلينا نحكي عن أهمية مناعة جسم المرأة الحامل، وخصوصا أنه هي عم تحمي نفسها وعم تحمي روح داخل جسمها. يعني هلا سلمى، بداية هي المرأة الحامل بشكل بالأيام العادية وبالأحوال العادية بوجود الكوفيد 19 أو لا، نحن المرأة الحامل هي أكثر عرضة للقط اي جرثومه خارجيه، يعني هي اكثر عرضه لحتى تنصاب بنزلات البرد، بالانفلونزا، بهي المشاكل الجريب والرشح. فكيف اذا نحن عندنا فيروس هو صار وباء عالمي؟ يعني اكيد المناعه بتلعب دور كثير كبير بمحاربه هذا الفيروس. هلا اهم شغله انه نحن من يعني لما بنطلع كالمرأة الحامل مثل ما قلتي حضرتك محدودة، انه ما بتقدر تاخذ أدوية، ما بتقدر تاخذ، ما بتقدر مثلا تروح عند دكتور بأي وقت غير الشغلات الضرورية جدا. هلا صار هذا الشغلات القديمة هلا ممكن عم بصير فيها لغط كثير كبير. يعني كثير سيدات لما بصير عندهم شعور فورا، او الحوامل يعني قصدي، بصير عندهم شعور انه انا ممكن حقرب او هيك، معناتها خايفة يصير معي كورونا، بنروح فورا على الدكتور او على المشفى. هذا الشيء كثير غلط اللي عم يصير هلا، شيء كثير غلط، لانه لتاريخ اللحظة ما اثبتت ولا دراسة بأي دولة عالمية انه المرأة الحامل ممكن تنقل الإصابة للجنين بأحشائها. فهذا الشيء كثير منيح، مع انه يعني اذا بنقارن بالامراض القديمه H1N1 والانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، هي بتنتقل للجنين. الكوفيد 19 ما هو ما بينتقل للجنين، فهذا الشيء كثير منيح انه هي بتقدر انه تتعالج بطريقه سريعه، وانما من غير انه ما تحتك بالعالم. هذا الغلط اللي هي عم يرتكبه اغلب السيدات الحوامل، انه عم يروحوا فورا على دكتور. اهم شغله لرفع مناعتنا بالوقت الحالي كسيدات حوامل انه نبتعد عن الاماكن الممتلئه بالناس، يعني حتى عياده الدكتور اذا انت مانك بحاجه ما في داعي طبعا. بس انه نحن حسينا قريب الاوريدي البنت يعني المراه العاديه الامراه العاديه او المراه الحامل بفتره الرشح بياخذ وقت معاها 10 ايام فتره يعني هيدا الاول او الاصابه بالمرض. مثلا نحن ممكن ياخذ معنا اسبوع تاخذ معنا اسبوع، اما هي ممكن ياخذ معها 10 ايام. فاهم شيء انه اول 10 ايام هي تنحجر بالبيت، ما تعمل ولا اي استطباب ثاني، اصلا ما بتقدر تاخذ غير باراسيتامول وبنادول، هدول الاشياء المسموحه فيها كمسكنات الم، كانتي انفلاماتوري مضادات التهاب قولا واحدا هي اوريدي ممنوعه عنا، ما بصير ترجع تاخذها. بس اهم شيء انه اول 10 ايام تبقى بالبيت، اذا حست بالاعراض، الاعراض تبع الكورونا، ارتفاع حراره، سعله خفيفه، حست انهداد هيك، مهدود حيله يعني ما انا قدرانه تتحرك او تعب، بعد 10 ايام اذا حست بشيء ممكن تدق لها مشفى انا شاكه باعراض كورونا، يعني انه ممكن انه يجوا يساعدوها. عرفتي؟ بس غير هيك اول شغله للحمايه لرفع مناعتنا انه بدنا نبعد عن هي الاجواء المحتشده. الشغله الثانيه انه بنشرب كثير مي بفتره الحمل. المراه هنا بيقولوا بتكون عم تاكل عن شخصين، وهذا الشيء كثير غلط. صح. انا بقول لها للمراه الحامل لازم تشربي عن شخصين، مو تاكلي عن شخصين. المي كثير 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 بتساعدنا بهي المرحله. ثاني شغله الثالثه والاهم هي نوع الاكل اللي نحن بناكله. كثير عالم بيقولوا مثل ما قلنا كلي عن شخصين، يعني بتاكل اخضر واليابس، تاكل شوكولا، نسبه سكريات كثير عاليه، حرام بكره بتطلع بعين الولد اذا ما اكلنا هالمره هالاكله. هدول كلياتهم اشاعات نبعد عنها، نفكر بصحتنا نحن
الاشياء المغذيه للبيبي. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتوره نور، خلينا نحكي عن الاغذيه الصحيه اليوم لرفع مناعه المراه الحامل في ظل الظروف الصحيه الصعبه اللي عم نعيشها. قديش التغذيه بتلعب دور لرفع المناعه؟ لانه اساسا هرمونات المراه الحامل بتكون مخربطه، نفسيتها بتكون اساسا تعبانه، فالتغذيه بتلعب دور هون في تعديل اساسا الحاله النفسيه والمزاج النفسي للمراه الحامل. هلا عنا بعض الاطعمه اصلا لرفع رفع مناعة الجسم عن طريق الاكتئاب، كيف يعني نفسيا رفع مناعة الجسم نفسيا، مثل الموز، مثل الشوكولا الدارك الغامقة، الشوكولا الغامقة، هيدا بترفع من مناعتنا وبترفع بتساعدنا من انه نحن نبعد عن هذا مود الاكتئاب اللي عم يصير. بتعطينا 70% سعادة. تماما 100% 70%، انا بتخيل 100% 100% خصوصا الشوكولا. هلا المرأة الحامل كلها يعني صارت معلومات واضحة يعني نور عند كل العالم انه نحن الحمضيات بترفع مناعة الجسم، بس انا من منظوري الشخصي اذا نحن كل شيء نحن بنزرعه مفروض نحصده لاحقا، فنحن هلا عم نحصد شو زرعنا من قبل لجسمنا. يعني اذا كنا من قبل عم ناكل اشياء ما انا صحيه، كان اللايف ستايل تبعنا كله غلط، ما بنلعب رياضه، بناخذ كثير، بناكل كثير من السوق وشغلات كثير سيئه لجسمنا وسكريات عاليه، اكيد بتنزل مناعه جسمنا. ف كل شيء كانوا عم يتبعوا هي الانظمه هلا عم بتبين، وخصوصا المراه. بس والله بنخوف الناس، يعني فينا نلعب على تقويه المناعه ببعض التفاصيل من خلال النظام الغذائي او من خلال كثير قصص يوميه. بس نحن بدنا ننتبه على شغله، انه نحن مو بس انه يعني هي ما لها سحر، عرفتي اكلناها خلص انه ما بيصير معنا كورونا، نحن عم نرفع مناعتنا ونقلل من انه الاصابه بهذا المرض. اول شيء الحمضيات مثل ما الكل بيعرف، اللي مثل فيتامين سي، الفيتامين سي مثل سوري الفليفله، مثل البردقان، الليمون، البوملي، فريز والكيوي بيحتوي على كميه كثير كبيره من فيتامين سي، وخصوصا هي الفليفله بتحتوي على كميه كثير عاليه جدا من العالم اللي بتتضايق من الحمضيات، وخصوصا المراه الحامل ممكن يصير عندها حرقه بالمعده، فممكن اذا بتتضايق من هي النوع بتتجه لانواع ثانيه مثل ما قلنا كيوي ولا فليفله. فينا ناخذها من البروكلي كمان الفيتامين سي. بدنا ندخل الشوفان، نحاول ندخل الشوفان لضمن النظام الصحي للمراه الحامل، لانه بيحتوي على الياف عاليه جدا، بيحتوي على سيلينيوم، سيلينيوم جدا مهم للمراه الحامل. بدنا ندخل الحليب، المراه الحامل بحاجه من 3-4 حصص من الكالسيوم يوميا، نقدر ناخذه من الحليب ومشتقاته. اللبن هو مهم جدا لرفع مناعه الجسم، لانه صحه الجهاز الهضمي هو من صحه الجهاز الهضمي، فكل ما كان جهاز الهضمي عالي وقوي كل ما كان جهاز المناعي قوي. فلهيك نحن الحليب، اللبن بيحتوي على بكتيريا جدا نافعه على الجسم، البروبايوتيك اللي هو بيسهل عمليه الهضم وبيخلصنا من هاي البكتيريا الغير الضاره للجسم. بالاضافه انه نحن بدنا نركز على الخضار اللي بتكون لها جذور، يعني مثلا شوندر، اللفت، نحاول مثلا ناخذ كل شيء لونه احمر غامق واخضر غامق. المراه الحامل بحاجه ل بي 12 فيتامين بي 12 وبي 9، بي 9 اللي هو الفوليك اسيد، حمض الفوليك. كل الاطباء النسائيه بينصحوا بالحمل من بدايته لنهايته انه ناخذ حمض الفوليك، لانه هو مسؤول عن الجهاز العصبي، تكوين الجهاز العصبي عند الجنين، فنحن بحاجه ناخذه من الخضار الورقيه الخضراء الغامقه كثير، مثل السبانخ، مثل فينا ناخذه من الجرجير، فينا ناخذه من البقدونس، هدول جدا مهمين للمراه الحامل. اهم شيء انه عده عوامل نبتعد عنها وعده اغذيه نبتعد عنها، اللي هي كل شيء مقلي، كل شيء فيه زيوت وبهارات. نحن مطلوب كجرعة يومية من الكالسيوم بين 1000-1200 ميلي جرام، ما نتجاوز الأربع حصص، يعني ناخد بيضة، كاسة حليب، مثلا كاسة لبن، 3-4 قطع جبنة، هن كافيين لكل النهار. في عالم كتير بتبالغ، الحوامل كتير ببالغوا بتناول البروتينات، هذا الشيء بيعملنا مشاكل تانية. بدنا نبتعد عن المعلبات كمان بتحتوي على مواد حافظة، هيدي بتأذي الجنين وبتأذي
المرأة الحامل. يعني تخيلي سلمى انه الطفل او الجنين ببطن امه بيتكون الدماغ تبعه، بتعرفي بانه عمر بالاسبوع الخامس بيتكون الدماغ عند الجنين، بالاسبوع السادس بيتكون العمود الفقري عند الجنين. فتخيلي اول فتره خصوصا من الحمل اول 3 شهور قد ايه لازم نكون حريصين انه تكون اغذيتنا صح تماما، تناولنا للاطعمه بطريقه انتقائيه، مغير انه كميه، يعني نعتمد على النوعيه وتمام انه اكثر من كميه. بدنا نحاول انه نبلش مثلا كحصص فواكه، هو مسموح لنا 3-4 حصص بالنهار، وانما للمراه الحامل ممكن توصل ل6 حصص بالنهار. فينا نحن نكثر نسبه الالياف بجسمنا من السلطات، يعني نحاول ضمن كل وجبه غذائيه نتناول خضار، خصوصا الخضار الموسميه هي جدا مهمه. الزنجبيل هي مفيده لكل الأعمار، لكل الناس، بترفع مناعة الجسم ما عدا لنوعين من الناس، السيدات الحوامل ممنوع انهم ياخذوا زنجبيل، هلا هو له آلية ثانية ممكن تأثر على الجنين او تعمل مشاكل يعني، وللناس اللي بيرتفع ضغطهم كمان هو بيساعد برفع الضغط، فمشان هيك اللي بيعانوا من الضغط ارتفاع بالضغط ما بصير يتناولوا، والمرأة الحامل ما بصير تتناوله، وخصوصا كمان في ما بعد في فترة الإرضاع كمان ما بصير تتناول المرأة الحامل الزنجبيل لأنه بيدخل عن طريق الحليب للطفل فممكن انه يعمل له مشاكل. طيب دكتورة نور، خلينا يعني اليوم حكينا هيك بالمجمل عن يمكن أهم الأغذية اللي لازم تتناولها المرأة الحامل، خلينا نحكي شوي عن الأخطاء الشائعة اللي بتتعرض لها كمان المرأة الحامل، وخصوصا خلال هاي الفترة. يعني كنا عم نقول قبل شوي بخبر شركة واتساب رح تمنع إعادة إرسال، أكيد بتعرفي قدي بيوصلك رسائل على الموبايل اشربوا كذا كلوا كذا معناته رح يصير، وهي الحقيقة اللي هي عم بحارب العالم كلياته اليوم، الأكاذيب والإشاعات اللي عم تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللي بتضر بصحتنا. اليوم في كتير أنظمة غذائية عم تكون منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمرأة الحامل وحتى للناس اللي ما عندهم أي مشاكل بظل فيروس كورونا المستجد. شو الشيء اللي لازم تبعد عنه نهائيا، ما تقرب عليه ان كان بهي الفتره وان كان بالاوقات العاديه؟ هلا اي اذا بتلاحظي انه اغلب المشاكل اللي ممكن عم بتصير هي ناتجه عن الحالات النفسيه، يعني فرضا وحده كانت كثير معصبه لا شعوريا بصير عندها اثار جانبيه بعدين. فاول شغله نحاول نبعد قدر الامكان على الستريس. نور انت شو وقت هي فتره يعني الحمل شو كنت عم تعصبي كثير؟ هلا هي المزاج او الهرمونات بتلعب دور، بس انا كنت احاول، انا شخص ايجابي بالحياه عنا لانه عنا مثال هلا، فانا لانه شخص ايجابي فبحاول قد ما فيني بعد عن الافكار السلبيه، يعني بدك تمضي نهارك بطريقه كثير لانه بينعكس على نفسيتك والاخر ما بيشعر. يعني في كثير من الناس بتقول لك مثلا يعني انت اول حدا حبلتي او اول حدا بتولد، لا تعيش التجربه بعدين قيسها على حالك. هي حتى هي المفردات او الافكار السلبيه او الالفاظ بتاثر نفسيا، يعني يمكن في كثير من على المراه الحامل في كثير من الناس بتقول لك انه انا بحكي عادي لمصلحتها، لا في كثير من التفاصيل ما بتشوفها الناس. المراه الحامل اللي بتشعر فيها بتكون اكثر حساسيه، يعني مثل الطفل الصغير كيف تحسي الكبير بس يكبر بيكون حساس كمان. هيك المراه، انا كنت حاول يعني بشغل وقتي بالشغل مع اهلي مع رفقاتي شايفه انا حبيت إن يعني ما كانت مثال انه نحن لحتى نكفي، يعني هن 9 شهور كثير حيكونوا صعبين على السيده طبعا. من اصعب العمليات ممكن تصير بجسم الانسان هي عمليه الولاده يعني والحمل، فاهم عامل انه نحن نحافظ على مناعتنا ونقوي حالنا هو طبعاً. نبتعد عن الطاقه السلبيه اللي عم ناخذها عن طريق هي الاخبار اللي عم تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي او الاخبار. نحاول قدر الامكان نعزل حالنا عن العالم الخارجي، نعرف في فيروس نحاول نعزل حالنا، نحاول نمارس التمارين الرياضيه كل يوم من نص ساعه لساعه، خصوصا المراه الحامل بتسهلها من عمليه الهضم، بتسهلها من عمليه حركه الجنين. يعني الرياضه جدا مهمه وخصوصا بهي الحاله بتفرغ لنا هي الطاقه السلبيه، الضغط كل شيء عندنا جوا بيطلع. وثاني شغله بتروح على الملاكمه جد، اذا بنلاحظ عند السيدات الحوامل بصير اوقات حالات امساك،
طبعا. فالمشي كل يوم لمدة نص ساعة بيساعدنا بحل هاي المشكلة. حتى المشي بالمكان يعني صار الكل يقول امشي بمكانك بتقدري. صح بالبيت بصالون البيت راح ارجع ممكن نرقص شيء خفيف يعني على الخفيف مثلا حط اغاني عم نعلم البيبي يعني شوي يكون اذنه موسيقيه. الاهم من هيك كلياته هدول الاشاعات انه الدخان ما بيأثر على ولا شيء. في كثير سيدات حوامل بدخنوا بأرجلوا بطريقه مرعبه. اول شيء هو عم يأذي صحه الجهاز التنفسي، لما بتنأذى صحه الجهاز التنفسي بدها تقلل المناعه، قلت المناعه فنحن حنصير اكثر عرضه لحتى نلقط اي فيروس بغض النظر صحيح. اذا كان كورونا او اي فيروس ثاني. فلهيك انه نحن مو اذا قاعدين بالبيت ومالين نحن نحط الارجيله او الدخان، اول شيء بيعمل تشوهات عند الجنين، ثاني شيء بيطلع حجم الجنين صغير، ثالث شيء تكوني انت يعني عم تجيبي المرض لك وتقللي من مناعه جسمك. فاهم شغله انه هدول كاشاعات انه هذا ما بيعمل شيء قد ما دخلنا وارجلنا ما بياثر. اذا قطعنا الشهر الثالث هي اكيد جدا خاطئه. الرياضه بتضر الحامل اكيد ما بتضرها، بالعكس بترفع من مناعه جسمها. والشغله الاهم من هيك انه لازم نشرب عن شخصين مو ناكل عن شخصين. المغذيات المكونات الغذائيه بجسمنا مفروض تتضاعف نوعا ما. مثلا كشخص عادي مفروض ياخذ من 400 ل 600 ملي جرام من الفوليك اسيد، عند المراه الحامل ممكن يصير من 600 ل 800. بترتفع نسبه المكونات الغذائيه، وانما مو بصير ناكل هاي الكميه الكثير كبيره. يعني اول 3 شهور مفروض نحن ما نزيد ولا كيلو. يمكن معلومات صحيه مهمه نور حاولنا نقدمها خلال فترتنا القصيره. بدنا نشكرك على وجودك معنا دكتوره نور مارسترلي، على وجودك معنا. وان شاء الله يا رب كل النساء اللي عم يتابعونا ان شاء الله يكونوا استفادوا. شكرا كثير. شكرا لكم، تبقوا الف خير كمان. شكرا لك نور، وتضلي بالف خير انت وعائلتك. شكرا لك.